مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، طقس دافئ إلى حار نسبي في أغلب مناطق المملكة. هناك فرصة لأمطار متفرقة على شمال المنطقة الوسطى، ثم بعض المناطق الشمالية وأيضا بعض الغربية لاحقا، خاصة يوم الاثنين، وأيضا الجنوبية الغربية. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل أماكن الهطول. نلاحظ أن هناك فرصة لهطول الأمطار شمال المدينة المنورة وفي المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة، تمتد يوم الأحد بعد المساء إلى منطقة حائل، إذن شمال المدينة منطقة حائل بالقرب من منطقة بريدة أيضا، وأيضا تصل أحيانا إلى منطقة حفر الباطن. وبشكل عام هناك فرصة لأمطار في شمال المملكة بشكل عام، تكون أحيانا مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرق والبرد والرعد، خاصة في منطقة حائل. هذه هي الأحوال الجوية والأماكن التي تمثل مناطق الهطول، التركيز على منطقة حائل وحفر الباطن، وأيضا هناك فرصة قليلة لبعض المناطق الجنوبية الغربية. أحوال جوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض، هذه الليلة أحوال جوية لطيفة في الرياض، درجة الحرارة الصغرى بحدود 20 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، ثلاثة أيام القادمة أجواء في النهار رايحة تكون ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا. في اليوم الأحد الرياض العظمى 33، الأجواء أثناء الليل لطيفة والصغرى بتكون 21 درجة. يوم الاثنين العظمى 33 والصغرى 22، ويوم الثلاثاء العظمى 33 والصغرى 21، أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا لكنها لطيفة أثناء الليل. أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة، أجواء ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا في النهار لكنها لطيفة في النهار. سكاكة 33-18، تبوك 33-18، عرعر 32-18 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة ومكة المكرمة، أجواء حارة في النهار معتدلة في الليل. المدينة المنورة 35 العظمى والصغرى 24، مكة المكرمة العظمى 35 والصغرى 24، مع فرصة لسقوط زخات رعدية في مكة المكرمة وحولها. وأيضا جدة العظمى أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا 30-24. الطائف غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر 27-17 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة وأبها غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا. الباحة العظمى 25 والصغرى 17، أبها العظمى 23 والصغرى 14، جازان معتدل نهارا لطيفا ليلا مع ظهور بعض السحب، العظمى 29 والصغرى 26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية من المملكة، أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا ولطيفة ليلا. الدمام 33-20، حفر الباطن 32-20، وحفر الباطن تقترب منها فرصة هطول الأمطار أحيانا، لكن الإحساء حارة نهارا معتدلة ليلا، العظمى 25-35 والصغرى 22 درجة مئوية. أما منطقة الرياض والمنطقة الوسطى، الرياض 33-21، بريدة 33-22، حائل أجواء غائمة جزئيا وفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا تكون رعدية، 31 العظمى والصغرى 19 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.